دكتور طه، خليني اسال حضرتك، هل استفاد الاهلي اليوم من تغيير تقريبا في كل خط لاعب؟ هل الاهلي استفاد من ده، مساله التدوير انجاز التعبير، عادت عليه بهذا المكسب بثلاث اهداف، ولا كانت هناك اسباب اخرى؟ لا طبعا استفاد، مش عايز كلام. اقول ان استفاد ان هو يعني كلهم اخذوا خبره النجاح. يعني حتى اللعيبه اللي نزلت خدت خبره النجاح، اللي فازوا 3-0 ثقه. الحاجه الثانيه توزيع الجهد على اللاعبين اللي نزلوا، يعني برضو في ناس خرجت خدت جزء من الوقت، وناس فبرضو بتحاول تخفف شويه من ضغوط الاحمال عليهم خلال الفتره اللي فاتت. واعتقد ان النادي الاهلي ما عندوش مباريات لحد مباراه بيراميدز يوم 10 يوم 2. فيبقى عنده فرصه، يعني فرصه جيده ان اللعيبه كلها استفادت ولعبت واشتركت، ويبقى عندها فرصه للريكفري في الفتره اللي جايه لمده مثلا 6 ايام تقريبا. فما فيش شك ان النادي الاهلي استفاد منها، واستفاد برضو في لعيبه برضو ادت بشكل كويس. يعني النهارده الحصيله بتاعت الفتره اللي فاتت هتلاقي بيرسيتاو، هتلاقي حسين الشحات، هتلاقي كهربا، هتلاقي مروان عطية، هتلاقي الديفنس كله على اعتبار ان هو مفيش حد اتغير غير هاني بس اللي ونزل بعد، لكن الديفنس كله برضو مؤدي بشكل كويس. برضو ما ننساش في غمره العمليه دي برضو علي لطفي ان هو لعب وعمل مباراه كويسه. صحيح، في بعض التسديدات، في واحده من الشيخ كانت خطيره شويه وقدر يمسكها، ووجوده في المرمى دي برضو دي شيء جيد بعد فتره طويله ما بقاش موجود. فانا اعتقد ان يعني الامور كلها توزعت على كل اللاعبين اللي موجودين وادوا بشكل كويس. الناحيه المعنويه في الفوز، ارتفاع الروح المعنويه في الفوز وتكرار الفوز بعد القطن وبعد الهلال وبعد المباراه ديت والمركز الفريق في الدوري، كل دي امور برضو ترفع معنويه اللعيبه. انا اعتقد ان اللعيبه في حالة جيدة معنوية بدنية من جميع النواحي، الفريق في حالة جيدة يقدر يحافظ على هذا الإيقاع لحد مباراة بيراميدز، لأنها هتبقى مباراة صعبة عن المباريات اللي فاتت نظرا لقوة فريق بيراميدز والندية، وبتلعب على كاس فاينل كاس. فعشان كده أنا شايف إن هو يعني الأمور، هو الراجل بيتكلم وهو مستريح على الاداء اللي اتأدى كله، ضرب مثل طبعا بمعلول ان هو عظيم بيقدر يوزع جهده بشكل كويس بالرغم ان هو الوحيد اللي ما بيتغيرش. يعني وهو اشار اليها، قال لك ان هو بيعرف يوزع مجهوده خلال المباراه. طيب